السلام عليكم. مالك يا بدرية؟ ما بترديش السلام ليه؟ سيبني في حالي يا فتحي، كفاية بختي مال من يوم ما عرفتك. الله يكرم أصلك. على العموم شكرا، بس من حقي برضه أعرف مالك. بلاش مالك أنت، مالها البت أميرة؟ أمي بتقول اللي هي من ساعة ما جت من عند جدها وما بطلتش عياط. ما أنت السبب. لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه أنا عملت إيه يا بدرية؟ فتحي، أنت من زمان عارف إن دمنا مش راكب على بعض، يعني من الآخر كده مالناش في بعض، صح ولا أنا بفتري في كلامي؟ والله ما عارف أرد عليك أقول لك إيه يا بدرية. ربنا وحده بس اللي يعرف اللي في القلوب. وبعدين ده نصيب، وبقى بينا عيال. إيه العيال؟ أديك جبت التايهة. تايهة اللي أنا جبتها. أنا عايز عيالي الاتنين يتربوا تحت عيني وفي حضني. هو ده الكلام بالظبط اللي أنا قلته لأبوكي. بس هو قال لي وافق أنت ومالكش دعوة ببدرية، دي بنتي وأنا هقدر عليها. ما أنت اللي قوتهم عليا. هو في حد يقدر عليك يا بدرية؟ وبعدين هما مين دول اللي أنا قوتهم عليك؟ كلهم. أبويا وأمي وخالد وأميرة. أنت بس اللي مش لاقية لي غلطة. وبعدين بصراحة بقى انت متزودة الموضوع ده ومكبراه زيادة عن اللزوم. هو مكبراه يا فتحي، ولسه هكبره زيادة كمان. ما كنتش فاكرك ان الواد خالد هيبعد عنك وهيقطع بيك انت لوحدك. ما هيقطع بيا انا كمان، ده ابني وحبيبي. اه طبعا، بس احبب مع على قلبك يا اخويا تلاقي اللي يشيل عنك، ياكل ويشرب ويكسي ويصرف، والاسم في الاخر ابنك. خلاص خلاص يا بدرية، ولا تزعلي نفسك. اعتبري الكلام اللي حصل بيني وبين ابوك ده كانه ما حصلش، اعتبريه لاخي. وانا بكره ان شاء الله اقول له ان انا وانت اتفقنا اتفاق تاني خالص، وان خالد ان شاء الله هيرجع معانا السعوديه. قلت ايه بقى؟ قلت لا طبعا. هو انت هتفرق بيني وبين ابني؟ يا توقع بيني وبين ابويا. هو عندي وخلاص يا مدرية. ايوه بقى عند، ومن هنا ورايح هتقول يمين حول شمال حتى لو عايزه اليمين. نعم. يعني ايه بقى قدر الله ما شاء فعل؟ ما توطي صوتك بقى شويه، ما صحش كده. افهم الاول وبعد كده ابقى اوطي صوتي. يا ستي كان لازم اديلهم فلوس علشان يحملوا العربيه، غير كده ما كانش ينفع. بس والله دي مسؤوليتك انت مش مسؤوليتي. ايوه عارف انها مسؤوليتي، انا عارف انها مسؤوليتي، عشان كده بس انا جاي اطلب منك اسبوع تاجيري. ماشي ما عنديش مشكله، المهم انك تلتزم بميعادك. بعد اسبوع بعد اسبوعين ما فيش اي مشكله، المهم انك تلتزم. ما بالراحه بقى شويه يا بصي، اهدي بقى شويه. لا اله الا الله، عايز اعرف اخد ودي معاكي في الكلام. اتفضل اتكلم. لما ابو الريحه دي معناها بقى بصراحه يعني كوبايتين ليمون، قهوه مظبوطه، اي حاجه في الكافيتيريا اهي. ده خطوه خطوه، مفيش حاجه. اتفضل. دلوقتي انت عارفه كويس قوي ان انا وانت مصلحتنا مش مع ان المعرض ده يتلغي يا اخت هناء. قلت لك الف مره ما بحبش حد يقول يا اخت. طب خلاص انا اسف يا هناء، انا اقصد يعني انك انت ضد فكره الغاء المعرض، صح؟ اكيد طبعا. طيب واكيد طبعا عارفه ان المتضرر الوحيد من الغاء المعرض هو الطالب والطالبه المحتاجين هنا في الجامعه. ها يا استاذ احمد، ما انا عارفه الكلام ده كله. ايه الجديد؟ براحة عليا بقى يا هناء، انا ابتديت انهج والله. اتفضل. بص بقى يا ست، عشان الموضوع ده يتحل لازم حد يتدخل، بس مين الحد ده؟ حد عنده سلطه ثقه وساطه. مش فاهمه. احنا عايزين نقدم طلب لوزير التربيه والتعليم. ماشي موافقه. أنا بقى إيه علاقتي بوزير التربية والتعليم؟ أنا ممكن أكتب الطلب، بس مش هقدر أودي الطلب. وأنا يعني اللي هقدر أوديه؟ طبعاً. إزاي يعني؟ أنت ناسي إن أبوك عضو مجلس أمة، يعني من حقه إنه يقدم طلب لأي وزير في أي وقت. لا أنا آسفة بقى، ده أنت تنسى موضوع بابا ده تماماً. ليه بس يعني؟ لأني أنا أصلاً ضد المبدأ ده من أصله. ويكون في علمك أنا دخلت كلية زراعة القاهرة مخصوص علشان أستقل بنفسي وابعد عن بابا واسم بابا. قلت لي ليه؟ اقول لك من غير ليه اصلا، لان هو شخصيه مستقله وانا شخصيه مستقله عنه تماما، وما عنديش اي استعداد لا استخدمه ولا حتى استخدم اسمه. العصبيه هي بس العصبيه، انا موافق على كل اللي بتقوليه. خلاص بلاش، خدي منه معاد وانا قبل ادي الطلب. ولا حتى كمان هاخد منه معاد، ولا حتى هتدخل في الموضوع ده من اصله، وانسى الموضوع ده تماما. عن اذنك يا استاذ. اذنك خليتي فيها اذنك. عاش الرجاله، عاش. الله ينور الله ينور عليك يا باشا. الله ينور عليك يا اسطى حسن. الله يخليك يا اسطى حبشي. اظن بعد المعجون ده بقى وشين ثلاثه كده. ها هو وش واحد بس. الله، ليه في وش كده؟ لان الذمه والامانه ما لهمش غير وش واحد. ولا انت فاكرني هشتغلك واخفف في المونه واقول لك ادي وش وادي التاني؟ لا سمح الله اسطى حسن، انت مش كده ابدا. المهم انت سلمت لي على الحاج راغب الموان؟ تصدق بالله لا اله الا الله، الحاج راغب الموان هو اللي خلانا اشتغل لك بالذمه والامانه.
اشمعنى؟ اول ما عرف ان انا شغال في شقه بنت الحاج توفيق وصاني عليك جامد، بس ظهر انه زعلان من سي فتحي شويه. ليه؟ ده فتحي طيب وابن حلال، ما حدش يزعل منه. هو بيقول نزل مصر وما فكرش يسال عنه. والنبي يا سي حبشي، ابقى مايل على سي فتحي وخليه يسال على الحاج راغب، ده الراجل غلبان وتعبان والسؤال عليه صدقه. انا يا استاذ حسن ان شاء الله باذن الله هاخد فتحي من ايده ونروح نسلم على الحاج راغب الموان، بس ان شاء الله كده بقى شوف لنا وشين كده كمان. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت عرفت بيتي منين؟ انت بتراقبني؟ انت غريب قوي، اراقبك ليه بس؟ انا ضيف هنا في البلد دي، في البيت ده، ضيف حضرتك. قولي اتفضل وبعد كده قولي اللي انت عايزاه. اقولي اتفضل لما تبقى الضيف مرغوب فيه، لما ابقى عارفه انك جاي او في بيني وبينك معاد. انا متشكر جدا على الاهانات دي كلها، بس على فكره انا جاي بناء على ميعاد سابق بيني وبين الوالد. بابا؟ هي الوالد ليها معنى تاني بورسعيد غير بابا؟ ايوه بابا. لو سمحت بلغيني جيت حسب الميعاد. انا اسف. اتفضل اتفضل من هنا. باشا الحناوي بنفسه. يا اهلا وسهلا. يا اهلا. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اتفضل استريح. الله يحفظك يا فندم. اتفضل. خير؟ خير ان شاء الله يا فندم، خير. هو بس انا كنت بتمنى يعني ان ساعتك ما تكونش قلت الانسة هناء عن اي حاجه. ما انا وعدتك ان انا مش هقول لها، وحسين الحناوي لما يوعد مش ممكن يخلف. انا متاكد يا فندم، اسم سعادتك وسمعتك مش جايين من فراغ. خير يا استاذ احمد، خش في الموضوع. الحقيقه انا مش عارف ابدا ازاي يا فندم. ابدأ من أي حتة تعجبك، المهم تبدأ. الأنسة هنا متورطة في مشكلة كبيرة قوي ورفضة تدخل حضرتك بحجة إنها شخصية مستقلة ورغبتها التامة في الفصل بينها وبين سعادتك. أيوة أنا عارف، ودي حاجة أنا بحاول أنميها فيها دايما. لا لحد هنا وكفاية أرجوك، بلاش تنميها، لازم تتدخل. الموضوع يخص مخصصات اتحاد الطلبة. اختلاس؟ لا يا فندم اختلاس إيه، العفو. لا بنت حضرتك فوق كل الشبهات دي. الموضوع باختصار يا فندم، احنا كنا عاملين معرض للطلبة في كلية الزراعة، كنا بنجيب لهم هدوم من هنا من بورسعيد معفاة من الجمارك ونوديها لهم، بنوديها لهم تقريبا بنص الثمن او اقل، بس حصل مشكلة كبيرة جدا. اتفضل. الف هنا وشفا يا سيدي. حاج توفيق. محسوبك المعلم توفيق. اقمر. الامر لله. مش انت ابو الدكتور احمد ومحمد؟ ايوه انا ابوهم. ايه خير؟ حصل لهم حاجه؟ لا ما حصل لهمش حاجه، بس هيحصل لهم باذن الله لو ما جبتليش حق. الله الله الله. طب الهداوه مش كده امال؟ حقك ده ايه يا سيد المعلمين؟ قول لي ايه العباره بس من الاول بالراحه كده. العباره بالمختصر المفيد إن ولادك نصبوا عليا في مبلغ كبير، وزي ما أنت شايف كده العربية ديت محملة رجالة بشوم بسنك، فلوسي ترجع الرجالة تمشي، فلوسي ما ترجعش الرجالة هتكسر محلاتك وعيالك وتكسر عظمك أنت كمان. إيه يقولك بقى؟ لا 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 لا، ليه كده يا سيد المعلمين؟ ليه الدخلة واللبش دي؟ لو ليك حق واجب تاخده. ما نتفاهم بالراحة كده، ملوش لزوم الرجالة والشوم والتكسير والسكاكين. انت فلوسك كام بالظبط؟ 3000 جنيه. بتقول كام؟